ما يميز شهر رمضان هذا العام في مدينة النبطي بجنوب لبنان لا يقتصر على الإفطارات الجماعية والنشاطات الثقافية والرياضية والصلاة الجماعية في الحسينيات والجوامع. البارز هو فانوس رمضان العملاق الذي يضيء المدينة ويجذب سكان المنطقة والبلدات المجاورة لإلقاء نظرة على الفانوس الذي تحول إلى معلم من معالم ساحة البيدر. هي مبادرة محلية من قبل مجموعة من الشباب والشابات في مدينة النبطية، والهدف الرئيس تحريك الاقتصاد والتنمية في هذه المدينة الجنوبية. فقد قررت جمعية دايز لتنمية المجتمع والشباب قبل أشهر صناعة هذا الفانوس الأكبر في العالم وفق إحصاءات الجمعية لجذب الاهتمام وتحريك العجلة الاقتصادية في مدينتهم. يعني مجرد انك تقولي فانوس رمضاني بده يدخل النبطيه بكتاب جينيس، هيدا لحاله تنميه للنبطيه، لمنطقه الجنوب، للبنان بشكل عام. استخدم في صناعته حوالي 4 أطنان من الحديد بارتفاع اكثر من 18 مترا وقاعده عرضها 5 أمتار. الفانوس هو رمز من رموز رمضان وتقليد من تقاليده، فمنعزز هيدا الشيء بلس انه منعمل تنمية بذات الوقت. من المقرر ان تعلن لجنة جينيس قرارها قبل انتهاء شهر رمضان، ولكن مهما كانت النتيجة فهذا الفانوس الذي صنع محليا في النبطية سيبقى مضاءا طيلة شهر رمضان هذا العام وفي الأعوام المقبلة. لاريسا عون، سكاي نيوز عربية، النبطية، جنوب لبنان.